ماشي شاول مليح حاول يدير مليح زيد عمي زيد ها هو قال لك ماشي حمراء شوف واش قال لك ماشي خضراء شوف كيكذب عليه كيديروا ما فيهاش الماء وقلع الصراحه وي فاهم هي جدك على رقبتي كيدير بقات غير كشهد من غيريبك على واحد سمعتها ما سهلة والله الا ديك صافي حطوا شي تحيه للمتتبعين بعدا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حفصه ومحسن هاد النهار في الكوزينه معاونين ومعلمين وحفصه كما كتشوف وحده المهم تاول ومحسن حداهم والحمد لله معاونين الله يجعل سيدي ربي يعاونكم ابنتي والسلام عليكم وليداتي كي دايرين لاباس عليكم وانا غنقول لكم دابا السلام عليكم واللي مكلفين وما مكلفين صافي والله يرضى عليكم الله ينوركم الله ينوركم شنو قال الطبيب المتتبعين الوالده شجعاد الثنائي الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم ولدي المسابقه اخوتي المتتبعين ان شاء الله ولدي نتوما انتوما الاولين نتوما انتوما الاولين واش كتقول السي فاطمه على حساب حفصه يشجعوا المتتبعين ويعاونوها السلام عليكم المتتبعين كنتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله ما كنتمناش تشجعوهم وتجيديهم لقدام قدام ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عليكم دايخ معاكم امين امين سي محسن السلام عليكم احسن تحيه لكم ويوم المتتبعين ديالنا كما وعدناكم قلنا لكم ان شاء الله ندخلوا المسابقه وكنتمنى ان شاء الله تكون البصمه ديالنا حتى حنا في هذه المسابقه هذه واكيد غتكون البصمه انا واختي حفصه المهم اليوم غادي نديروا لي الفيد وانا نحاول ما امكن نخرجوا من ديك 4000 ريال ان شاء الله نروح لواحد الطبق اللي هو لذيذ وراه على الدريسه ما سمع الطبق لذيذ كدير فيا شي وداك الشيء حاولنا ما امكن ما نكثروش عاوتاني ديك الروينه وداك الشيء غنديروا داك الشيء خفيف ظريف وكما كتشوفوا راه رمضان الكريم قرب يتسالم بقاو له الايام ان شاء الله الرحمن الرحيم العيد حاولنا ما امكن كنخفوا شويه من الماكله كثيره وبزاف ودابا غادي نختارينا المهم حفصه هي اللي غتكون المساند الرسمي ديالنا خير حسن لان حسن اختار رشيده وديك الساعه كما قلتي انت كوب لكل واحد كيختار اللي بغا حنا حاولنا ما امكن نختاروا خالتي فاطمه مسكينه تساند معنا وتعاوننا الوالده ديالنا حتى هي من المنافسين ديالنا ما غاديش نخليها معايا دابا ما علينا الا ندخلوا خير حسن على وكما كتشوفكم محسن بعدا بهذه الزيه الرسميه اللي صادنا وداك الشيء التقليدي يا خير حسن وي محسن علي محسن علي علي محسن علي علي محسن علي علي محسن علي علي حسن 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 علي وحسن ومحسن شنو عندنا هذا النهار واش احترمتوا الشروط ديال 4000 ريال او لا شي حاجه علينا شنو كاين هذا النهار وشنو هما الشهوات اللي غتختاروا ضيوف الحلقه كلهم يجيو تبقى فاطمه نسيبه ويبقى محسن وحسن هاد النهار شنو كاين احسن شنو كاين في ديك الوقت المتبعين ديالنا بعدا نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما كتشوفوا هذا النهار التحدي ديالي انا والسي محسن نتمنى المتبعين ديالنا ان شاء الله يا ربي كاملين يدخلوا يشبعونا لي لايك ان شاء الله انا وخويا محسن والله الا فرحانه بزاف مشيت مع خويا محسن لان تبارك الله عنده واحد الطاقه ايجابيه واحد الحيويه كيعطيك غير الطاقه الايجابيه ما شاء الله ورفق بكري ومشى تقضى ليا جاني داكشي اللي خاصني من الصباح فقط تقول انا اللي غادي غادي تقول انا اللي غادي نعيط عليها بهاد الله ما يفطروا كامل والله الا بهاد تسعود بيا ولكن صحه من الطاقه الايجابيه ضروري ضروري واليوم ان شاء الله الرحمن كما قلت لكم المتتبعين ديال قناه محمود تي في اليوم فكرنا ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاولوا ما امكن قلت لكم 4000 ريال نخرجوا لنا واحد الطبق اللي هو حاولنا ما امكن اخويا الحسن جبنا 2400 ريال ديالنا ديال اللحم 2400 ريال وفي نفس الوقت خرجنا منه قطبان وفي نفس الوقت غادي نديروا منه ان شاء الله الرحمن الرحيم حاولنا ما امكن خرجنا منه هكا يعني انت كما كنتم خصنا نبقاو غير عظيمات اللي هما خفافين لان الجزار طلبته راه كتب عافاك حاول ما امكن هذا اللحم تخرج لي منه شويه بغيت نديروا اختي حفصه تصاوبنا الكاميرا بها هي المهم غادي نقول لكم من بعد باش غنصاوبها انا حاول ما امكن نركز على القطبان غادي نشرم لهم ونقدهم لان الطريقه نقلتها من عند الوالد ديالي بصراحه وكنت كنديرها حتى في بلجيكا على برا وكتصدق ليا انت غتذوق اللحم وغتشوف ان شاء الله انا راه كنشهيهم من دابا و 2400 بنات شنو كاين احصاء اخر باش نعرفوا شنو كاين عندكم هذا النهار بعدا بالاطباق وديك الساعه نحسبوها يلا يا مولانا المهم صراحه خليت انا وخويا محسن باش نوجدوا ان شاء الله هنا عندنا شويه ديال الشوربه من عندنا الشعريه والقوام ديالها دابا نشارك معكم كل شيء والتقطعات ديال اللحم سرقت من ديال القطبان باش نستغل داك الشيء داك الشيء اللي كاين هنا عندنا الحيمات غنخضرهم بخيزو الصفرجل كما قال لكم خويا محسن ومحسن اختار هو القطيبات ديال عمي نشرب لهم على حقهم وطريقهم مش حاجه انا تيجي بزاف صراحه ودرت الشوربه وشنو كاين الشوربه وهنا غندير حريشات صغيورين بالجبن والزعتر صح ودابا غندوزو للحساب باش ان شاء الله نكتشفوا
الورقه ديالي راني موجده. مش تخشى خير حسن غنوريكم القضيه الاخرى اللي صاوبنا فورنا شويه ديال على حساب الشلاط. المهم كلشي غتشوفوا في الطبق من بعد. عطيونا شنو عندكم هذا النهار؟ ان شاء الله. جوج الكالكيلاتريس راهم حسين. غنحسب معكم انا عندي الكالكيلاتريس في الدار وغادي نسبيه غير عاونا. الكالكيلاتريس ديالنا في البلاصه غيشحموها غير سلام. عندنا اللحم جبناه ب 2400. 2400 اللحم زيد احصى. قطعات اخرين. 10 دراهم ديال الشعريه. 10 دراهم الشعريه هي 2600 زيد. 10 دراهم ديال الجبن. 2600 هي 2800. جبنا لاريكو وخيزو والبربه ب 500 دريال. 2600 3100 دريال. الشلاضه هي ديالنا كتفور هنا. 3100 دريال. عندنا جوج ديال السويهلات ب 20 درهم. 3100 دريال 3500 دريال. يعني في الثلاثة ديروا الديسير هذا المرة هذه. وين ندخلوا واحد شوية ديال الديسير. وخلات صراحة مشهيين ما عمرنا كلينا عندنا محسن يجيبها. 3500 دريال. عندنا واحد الخمارة حمراء وعندنا مطيشة ديال الحك ب 3 دراهم وعندنا واحد الكرة بدرهم هي 5 دراهم. 3500 3600 دريال. وعندنا 10 دراهم ديال السفرجل. 10 دراهم ديال السفرجل هي 3800 دريال. 3800. 10 دراهم ديال السفرجل؟ اه. هي 3800 صافي هي. شناخر. عطاكم البرنك. 10 دراهم في السنة. نعاودوا الحساب من الأول. دابا المتتبعين ديالنا غلطنا في الحساب غادي نعاودوا الحساب، عاود لنا حساب الزربة باش نعطيو. عندنا اللحم ب 2400. 2400. الشعرية ب 10 دراهم. 2600. والجبن 10 دراهم. 2800. عندنا خيز ولاريك والبربة ب 500 دريال. 2800 هي 3300 دريال. جوج سويلات ب 20 درهم. 3700. عندها خمارة ومطيشة وكنور ب 5 دراهم. 3800. والسفرجل ب 10 دراهم. 4000 ريال. يا خويا هاد الناس تحياتي ليهم. حسنا دابا بغا يغلطنا بغا فينا الخدمة. حسني ديك الورقة عليك تفرطي بها. راه عندي قناة أنا راه إلا دار شي حاجة غادي. الله يغلط الحساب من الأول الصراحة. حسين على بركة الله. دابا واش غادي نبداو محسن باش تقسموا الأدوار؟ إوا جي ريح مالا محسن هنايا. أنا ماشي مشكل نقدر نخدم. لا يعجبك. صراحة صافي اللهم يسير. ماما حيت بغات تعاونني كلفتها بواحد الحاجة باش تعجن لي الخبز. صافي دابا هي تعجن لك الخبز. دابا غتمشي تقرص وعجنات. وعلاش ديما تصايب لك هاد الحريشة هادي ولا بلاتي؟ خليها هي تقرص واحد الحريشة كيجي واعر. يلاه. ماما عرفتي عجنات تقرص باش ما يضيعلهاش. يلاه نخليها ونسيبها وسخوا لي تاع نسيبها إن شاء الله. فاطمة. فاطمة. الخبز ديال فاطمة غزال تبارك الله. ياك الوالدة. والله العظيم أولدي. هيا غطيبوا دابا وطلعوا وتشوفوا الاداره. والله يعطيها الخير هادشي اللي غادي نقولوا. غادي نحاولوا نطلعوا السفرجل ديالكم محصه ونخليهم محسن غادي يجيو يشدوا معكم بقى ديالهم محسن بشويه باش نعطيكم الوقت الكافي. السفرجل انتو كيتسلق باش نربحوا الوقت. لا 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 متبعين عفوا. هاتي عندك المتتبعين صح بطاطا وخيزو والسفرجل. البطاطا خلاص مع عند الوالد. البطاطا ديال عمي. البطاطا ما كنكتبوهاش. عافاكم راه متبعين انا باش تبوجهي ديروا بوجه غير محسن مسكين جاي من الغربه وشاد الطياره وجاب دابا درتو دابا كانوا المتسابقين الاولين حصا كانوا سبقوكم وداروا كلشي داروا الحوت داروا اللحم داروا هادشي اللي بقى لنا. صراحه القضيه بكل صراحه خاي الحسن غادي نهضروا دابا نيشان كاين شي اطباق اللي كنا بصراحه انا وتيتي انا وحفصه فكرنا نديروهم ولكن من بعد ملي تنتفاجئوا تتلقاهم في الفيديو صافي كتقول لي راه ديما تنقول لي اش غادي دير معاك خلي نهار هذيك بصراحه شنو كانت عندنا فكره في الاول ديال دابا كنا صراحه غنديروا كان المحسن بغيت اللاطه ديال الحوت كنت بغيت ندير لاطه الحوت ولكن فاش دخلت معاك محسن كان بغي يمشي صيده غير من الاول والله عمرك صيدت يا محسن في الصغر ديالك؟ اه صيدنا صراحة الفكرة ديال التقلية صراحة تمشي التقلية باش نديرها ولكن للأسف ما لقيناهاش. محسن عنده قصة مع التقلية محسن ملي كان في طنجة عزيز عليه التقلية. كشر بنادم كشر. شنو وقع لك محسن؟ كنت واحد الساعة كنت خدام في طنجة المتتبعين ديالنا وهذه القضية ديال الكرشة كنت واحد النهار كنكريني عند واحد السيد تما تيقول له بالب قال لي كنا خدامين في شركات وكانت عندنا واحد المنظر على كل حال ما كتكفيناش كنت كنتخلص تقريبا شي 30000 ريال في الشهر 1500 درهم هي 500 اورو والمهم كنت المهم تتسالى ليا ما بين الكرا وداك الشيء ما كتقديش وكنت كنكريني عند واحد السيد كيقول له بالب قال لي تمايا وديما كناكل عندو الكرشة تعجبني الكرشة والكريدي اه بالكريدي كنكريدي من واحد النهار وصلت معاه تقريبا شي 20000 ريال قلت ما عندي باش نجيب هاد 20 فريق خصني نمشي نضربها بشي تسليعه ما يعقلش عليا والله الا مشيت تسلعت ب 10 دراهم ومشيت رجعت عندو باش نكتب وانا وداك كان راس الشهر نيت وصلت راس الشهر باش نخلصو هذاك الشيء مشى لي في الكرام بقى تيتا كيسالوني عاود صحاب الحوانت العصير هادي واحد اللحظه وجب واحد الجنويه قدا كاع عرفتي قال لي بقات غير كرشه بنادم الله يرحمه
مازال بقى القليل كرشه هو يقول لي انا نوريك باباك نوريك كرشه ديالك العلاوه تيقول لي بقات العلاوه في الكرشه عرفتي ما عرفتي بقيت كندير دوك الزناقي ولا والله العظيم ما كنتش شكون ورايا كاع كنت انا راه تابعني العالم تابعني مور فيسبوك عليك واحسن شنو غادي نديرو الشفوره ديالك هذا باش نخليو ترقد غادي نبدا انا حصه سير على بركه الله اخويا غادي نبدا السي الحسن بالخل لان الخل هو كيرطب الله يعطيك الصحه محسن كيرطب طب ما تيبقاش قاصح هذه خذوها من تجربه اخوتي المتتبعين وهذه التجربه ديروها في اعياد العيد الكبير وبالنسبه للانسان اللي كيبغي يدير القمامه يعني الخل في اوروبا كيديروا هذا الشيء الحسن انا كيفاش الحمد لله سال خير في اي بلاد الانسان الصغير عارف كيفاش يعيش بلا تنفتقدوا فيها غير الحباب وصافي ما خير في اي بلاد الوالده انت خير بصله ديالنا بصله مهمه عندك في شي غلط بصله راه شي حاجه بصله ضروريه عرفتي بصله راه هي كل شيء هي كل شيء في القطبان كاع الا ما كانش بصله في القطبان راه ما كاينه حتى حاجه لا درتي لحم غير بوحديتوناش في شي والو ربيع ديال هذا ديال ماشي الكامل ديال شويه هنا شويه هنا واخا انا ما عنديش كثير الربيع كثير كيعطي واحد الكولور ديالو الكولور ديال الربيع كيجي ما شاء الله عليه هانتوما المتتبعين ديالنا ديك الساعه غادي ندخل في المقادير عندك غادي ندير زيت ندير البلديه وشويه الروميه بجوج بهم صافي بغيت نفضل خلط منه هو تيدير غير هي كلشي عرفتي ولا راه كترطب عندك راه ندير لك واحد شويه ديال محسن حتى هو راه تي ولا محسن هذا الشيء كنت كنصاوب طيب محسن تحلي اختي شويه ديال الكمون الملحه بعدا دير لي اختي حفصه شويه في يدي هنا بلاتي لا بلاتي بلاتي حفصه بلاتي حفصه ندير فيديك انا نوصل لكم وانتم من بعد جمعوا بلاتي معليش معليش انت الحسن المليحه ديالنا هي باش ما تجيش ملحه بزاف صافي الله يشدو ويدردر ديك الدرديره ديالها يا في كاينه لا والو صافي خليهم محسن خاطرو ما خصوش اخويا ما غاديش يدوا الضغط ديالك كيتكيس على هذا الربيع اللي عندي في يد ديال المعلم هادي تبقى انا معاك فيها خذ راحتك يا ويلك حيت موسى دابا عنده داك التنغيمه كطلع الدماغ والدماغ تاعو في الداخل احسن المسائل انا قرا هي دي راك راسي دا ديال اليد دابا كتبقى كياكل معلقه زعما باش لا خصنا داك النهار العطسه هي اللي زينه داك الشيء واش ما عطسانا ولاش غندير عطان فيها راه شي راه حاضر يعني لا لا ما غاديش نقص هو محسن شوف شي نتفق مع فهاد الفانت هذا شوف كيف والله اسيدي نتفق مع الله راه شي ولا يخلي هادشي بنين لا انا ما تخماش صافي سامح محسن على عطريه هادي العطريه هي كاع اللي كتزينها خصنا تسمتي ما تقدرناش تعطيها والله اسيدي نتفق معاك غادي تدير لي شويه ديال البزار خصني الحاره شدي لي الحاره الحاره هي كاين شوف مال الاطباق الوحسين ديالنا هذا هو باش يجيب الفاخر مع مسيدي زند لنا الفاخر هذاك الشيء غيطلع وانا عليك مازال غادي نخليه دابا هذا غادي تخليه ضروري لقات شي شويه فين هو الحاره؟ ها هي الحاره لان الحاره هي اللي كتزين كي سميتو حار اليوم غنبيتو ندير هذاك خلينا في اسطنبول في تركيا اه شي ها؟ بوراك ديك هذا درت بواحد السطاتي والله العظيم درت تقريبا شي 40,000 مشاهد ما شاء الله والله العظيم عرفتي ذاك المنظر كي راك عارف بعض المرات عاود محسن دير شي فانتا شي واحد كيقول لك راه نعاود بغا هذا الحر بغا زيد شويه الحر اصلا حنا محبين الحر ها انت الفانتا ديال راه شوف فيه هنايا عندكم واحد التصويره تذكاريه والله العظيم والله الا واحد معروف كيدير غير هذه تبارك الله عنده الناس ديال انت ديرها محسن ياك مع الله انا نديرها دابا بسم الله ها انت السي حسن شوف معايا شوف يا محسن لا والو غير هكا الواد غادي ندخل الطياب غادي ندخل يا محسن هاك انت راه تعلمت من الواد انا راه تما تندبح حتى انا لهيا وكلشي وهذه هذا محسن ديك ما زيد شويه زيت محسن شتاك شي عندكناش مازال مازال نزيدو بحسن لا كانت دابا ما غنشوفو حتى شي حاجه تنشوفو الا كانت شي حاجه ناقصه راه من الضروري زيدو شويه زيت احسن غير داروا لي البنات شويه الطبسيل الصغير هذا هو لا دابا صافي دابا بديت دابا كي قال هذاك بديتي كمل زيد احسن خويا خويا شويه الزيت اختي حسابا لا لا شويه شويه صافي زيدني شويه البلديه لا تزيديني شويه هكاك بركه حفصه صافي دابا مزيان دابا تنغمس ولا كي دايره شوف الحسن شي شو غير نيت بنادم غير يدخل يديه مزيان يشرب فهمتي يدخل يديه باش نخليهم واحد حتى يشرب الحصى شنو غتوجد لينا انت هذا النهار بالنسبه للكاميرا ديالي ان شاء الله يا ربي الحصى ديري في الكاميرا ان شاء الله يا مولانا ان شاء الله صغات لوح اللحم هو الاول وحصى عندها تبارك الله متتبعين بحال بحال كاع رئيسات المحلين متتبعين ما تحشمونيش بحال رشيده ديالها مفروض فرصه قويه واحد الساعه مازال ما عرفتش شكون اللي راه في المقدمه كاين واحد المفاجاه الصراحه في هذه الحلقه هذه يعني انا واخا يعني دخلت لحد ثاني واخا يعني ديتها في الاول
يعني ماشي مهم نديها في الثانية، يعني بغي عاطيه لشي وحدة في البنات تديها. دابا محسن، دابا محسن اللي معكس، أنا كنت ماشي مشكل، أنا دابا هي ديما البنات الأخرى. لا والله أحسن الله يسلمك. أم حسين بغا يديها، أم حسين إذا ديتيها لها ملي كتهديها. والله العظيم أخوتي لما تهديها غادي نهديها لسهام. ياك. أم حسين سهام ونزار. والله العظيم أنا هديها لسهام ونزار هذه المسابقة إن شاء الله اللي غادي إلا في السبيا غادي نهديها لسهام ونزار. بكل صراحة تستاهل هذيك بنت الناس والله غير مقابلة ليا مسكينة ولدت منها. وديما كتوري عليه تبارك الله ما شاء الله نقي كيشعل، ولكن راه كما قلت لك والله يعني باش غادي تكون واحد الانسان عايش على برا ومنك الخدمه منك التربيه منك كلشي راه حسن وحسن صافي بغا يبكي اصاحبي هي اش كاين راه يعني باش تزيد مزيان هاد الكاميرا حسن وحسن حسن وحسن حسن وحسن حسن وحسن حسن وحسن حسن وحسن 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 هادشي كامل اللي كتشوفوا الله الا تعلمتوا من البنات راه حتى انا كنتصطرب محسن كتعجبني حاجه اخرى فيها التشرميله وكتعجبني التقطيع ديال البطيخ ديالو حتى هذه بلات بلاتي واحد التقطيع على البطيخ والله قسم بالله الا ولكن انا احسن غادي نزيد الحار لان الحار صراحه انت يعجب المهم دار كلكم متفقين معايا نزيد الحار غير زيد شنو هي حفصه غادي تزيد نزيد الثومه نخليها تقلى معاها باش ما تبقاش باينه صح صح ونجاش بديل الزيت الرومية نخليها تقلى مزيان عاد لحلها ان شاء الله. شنو كتقول للمتتبعين عطاكم ليجي مثلا؟ عافاكم انا عارفاكم غاتخيبوا السكون ديالي ان شاء الله. حصارة فيهم هادي اختي بالرجوع ولا ربي. عافاكم راه قلت لهم الا مش بوجي بوجي غير محسن مسكين جاي من الغربة والطريق بعيدة. محسن قاعد يقول بالصابع درتيها محسن قاعد يقول بالصابع درتيها محسن ما تخشيش. محسن عطيه دخل شرمولة بو الحسن. شوف الحسن قرب شوف. شوف لكم واش خليك معايا الربيع كيفاش كيدخل صافي انت غتمشي من غيطيب الطبق وغتشوف كيدير داك الشيء ما شاء الله سير دابا الفخر ديالك راه كاين عندنا السطح الفخر خلاص عندنا السطح هنايا وزن المسائل ديالك اوكي تاي بقى المغرب واحد شويه عاد نبداو ان شاء الله شوف حنا ما تقولناش اش غنديروا الحسن الله يسهل انا غير نساعدكم زعما بالافكار وصافي وانا الصراحه البنات اللحيمه سخونه ياك ما تخممش شنو غادي تدير الصراحه الحسن يعني فضلت مرافق انا وخويا محسن ان شاء الله القطبان ديالنا شو ديال خضيره مفوره ان شاء الله دابا تشوف تزين ليها ما ديريش البلديه حصه ما ديريهاش لا البلديه فين غتتحرق عليها البلديه باش ما تحرق الناس اللهم يسر نشوفوا لاله حصه شنو كدير هنا اخي الزو وكي تشوفوا البطاطا ما عليكش انا رفت بها ان شاء الله يا ربي القطبان ديالنا ان شاء الله يا مولانا شنو كاين هنا حصه عندكم هنا هنا تفرج لاخويا اخويا محسن بس تيجي هي انا عيانه شويه والصيام راكم عارفين داك ما نعاونش حاجه لا صافي لا لا معليش ودابا ان شاء الله يا ربي غنخليوكم تحققوا المسائل ديالكم وشنو اللي غيبقى لنا حصه هنا غتبقى لنا ديك الخبيزات ان شاء الله ديال الحرشه غيبقى لنا ان شاء الله يا ربي الشوربه الشوربه ديالنا على ما تقلى لي هذيك وغنشاركها معكم حتى هي ان شاء الله يعني سهله الشوربه الصراحه ديال خالتي يا منى تحيه ليها كبيره هي اللي كتجيها غزاله صح يعني فضلتي ديريها في قطعات ديال اللحم في قطعات ديال اللحم صراحه كتجيب الكفته زوينه ولكن ما كانت عندي قطعات ديال اللحم ما بغيتش عاوتاني نضيع الفلوس غنستغل برافو عليك كما نطحنوا هذا الشيء راه كاين محسن يقدر يطحن هذا الشيء محسن شكون لا لا فاش تردك في الشمس هذا لا هادو غادي ديرهم في يلا يبقاو معنا المتتبعين الاعزاء اللي رجعنا معكم من بعد ما غتقلى لنا الكاميله ان شاء الله من بعد ما غادي تدخل الشرموله ديال المحسن مزيان هنا غنشارك معكم ان شاء الله مازال لنا الحريشه ومازال لنا غنشاركوا معكم ان شاء الله يا مولانا ان شاء الله المتتبعين ما تنساوش جي مع فوق طلعوا لنا هذا الفيديو هذا يكون احسن فيديو بغينا يكون الاول والله العظيم الا بصراحه راه طلعتوني ونجحتوني هذه المره هذه والله الا غادي نكون من المحظوظين نرجوكم يا متابعينا في يومكم ان شاء الله يا رب بعيدنا بعد ما نت الكاميرا ديالي ان شاء الله باش طيب باش نصايب ان شاء الله معاكم شربه شتي الهضره صافي غادي نخليو بعدا موثق ما غادي نبداو معك حصه محسن هادشي تيبان لي رقد عندك اخويا هاك غادي نشد انا حسن اخي ديك البلاصه اللي هي هنايا وغير نجد لي البنات انا نرجع عندك حصه باش نشد لك المقادير باش نديرو عصفورين بحجره واحده نضربو عصفورين بحجره واحده جيبوا لنا اختي الطبيسه راه حسن باش شد لي البريفدات انا غنزل لكم انا راجع عندك حصه شوف نجيب لك الفاخر ديالي شنو سائل جلسه مغربيه جدا الواد حدا محسن هيه كيفاش حسن
زيدوا عندنا باش يعاونوك تمايا. أو حسن أخويا ضرب الفوقية صح. أه صافي راه كتقوم ولا تطلق. أش درتي الكسة ديال الوالد هنا؟ الله يعاونك. إوا كاك ولدي اللي ولد ماما. ولد ماما سلام. اللي خلى الخليفة ديالو راه ما كيتسماش ميت. أييه. أجي تشوف أجي تشوف دابا من دخلات 10 مولات كي غادي يبقى يجيك اللحم معاها. غادي تبقى دير هكا. محسن هذا يا خويا عنده المعنى صح. محسن هذا عنده المعنى صح. هذا الثاني حسن هذا باش كنصح المتتبعين هذا ما فيه لا صدانه ولا عندنا في اوروبا هذا ما تي شي حاجه سميتها الصدى ما كايناش يعني الخشب كتاكل ولوح كتكل ولوح كما قال محسن الله يرحمه الحسن واش ماشي تعاودوا شي تستعملوا هذا كل لوح الناس لا لا اللي عاد تعملوا تستعملوا كل لوح خلعني محسن على الاقتصاد واش غير كل لوح تعاود تنزل فيهم انت تنزل فيهم ولا مالهم لا لا ما تحرقوش اخويا الحسن تبقى مزيانين باقين يعني المده الاستعمال ديالهم الله يرحم الوالدين معلومه مزيانه هذه شنو حصلت شنو الوالده؟ واحد المره عرضنا واحد رجلنا وباك واهلي ايه هو كان غادي يدير لنا الشوك مع الكف شقيا الفلوات كانت فيهم انا نقولك واحد غادي نحسب تسولك عليها واش نعمرهم ولا بلاش بحال هكا مزيانين هادو نقولك شحال وحده كاينه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ديال الحبات بارك اخويا بارك اخويا سبعه ديال الحبات صافي شنو حصل عندنا هنا هذا النهار؟ دابا نصيبو ان شاء الله يا ربي الشربه هنا عندنا حبه كبيره ديال البصله متوسطه ماشي كبيره بزاف بسم الله ان شاء الله نصيبوها هنايا حبه كبيره البصله كيما قلت عندنا حبه صغيره هذه غير مشلضه ولكن هذه مطحونه باش تجي ديك الضغميره ديال يعني هادشي من الخوت من الخوت من خالتي يامنا 100% خالتي يامنا تحيه ليها كبيره انتم كيما كتشوفوا ياك ان شاء الله هنا عندنا الثومه راس ديال الثومه أيها سي حسن نديرو معاها نحرقوها بزيت البلدية ما نديروش فيها الزيت الرومية كاع باش تجي زوينة فيها زيت الزيت أيه نديرها شوية ديال الملحة ونخليها تحرق من بعد ما تحرق غندير هديك الساعة مطيشة وربع نبدا ندير الحبشة من بعد ما تحرق غندير المطيشة جوج حبات ديال المطيشة مفكوكين وربع والتحميرة البزار سكنجبير ونخرقهم ان شاء الله يا ربي مطيشه ديال الحك وكنور حتى يطيب اللحم ان شاء الله عاد غنديرها وديك الساعه ديك الوحيد ديك الساعه الشهريه تقريبا وزيدي لنا عاوتاني ضروري من الماء اه ضروري الساعه الماء غايب دابا غنخليو حصان ها هي غتمشي تصايب داك الشيء ديالها الفرشه ديالي راه طابع حسن ضربوا شي طلا شوفوا داك الشيء كيفاش داير وشنو عندك راه شي طلا حصان وشنو هذا اللي غنرفق معاه سميتو ما تقبل ان شاء الله راه وجدتها بقى لي غير قومها وصافي اها اللهم يستر حصان شنو برافو عليك هادشي بزاف تبارك الله صافي يعني غير صافي هو صافي صافي غير تلقى ضروري غنعكسو ضروري غندير لي سنيده سلو سنيده باش يجي حلو كيعجبني انا حلو انتوما صافي صافي كافي غندير الجويه ديال القرفه باش تطلق البنه ديالهم وندير القرفه الاخرى في نفس الوقت حاولنا والله الا ما نخليه يتعسر على خاطر ان شاء الله ونشوفوا الجميله دابا مسدوده الجميله مسدوده الجميله كتكسر قاعده بين دقائق ان شاء الله ونحلها عليها كتبقى حصان هي اللي واجده موجوده ان شاء الله واش كان واش شريتي الفخر اخويا ما بغيتيش تستعمل فوقاني ولا لا لا ولكن الحماق واي اه سيدي الله يعطيك الصحه وهذا خلاص احصى هنا عندنا تجربه الناس مش ماشي ديالكم هادشي هنا لا هادشي ماشي ديالنا غير نقيناه وصافي جابوه عمي من السوق هذا خيزو خلاص ديال العصر ديال العصر العصر ما كيحتبوش غير متبعين ديال الشركه ما تجربه انا كنت شي تفوت هادشي زوينه في الكاميرا كنصافي معليش نديرو لكم بلا ما يكتب صافي الله الله يكثر والكاميرا هنا خلاص كتصفر هنايا شنو دابا احصى غنديرو شي حاجه اخرى ولا صافي صافي دابا ان شاء الله خليكم معنا حتى تصيب ان شاء الله الشاي تصيب المريقه ديال الشعريه نحلها الشعريه ونتهدي حريشات معاكم يلا بقاو معنا وغادي نرجعو للسي محسن نشوفو واش تيدير لنا السلام ديالنا نتفرجو ان شاء الله الرحمن الرحيم الكواليس اللي غادي يكونوا واحد الكواليس خطيره خطيره ياك الحسن وايلي على ود المو حليمه داكشي يا سلام غادي يشدو فيا شي شده باينه شد الحما في الماء هنا غادي نقول لك واش كاين شي معنى ولا والو غنجيو الصراحه شده عارفه والله شده غنقول الصراحه باش نقول
باش ما يجريها هذا الشيء اخوات خطيب هذا خطيب هذا محترسي هذا خطيب اسمع اسمع رشيد اش قال والله الا الريحه مقطبه انا الله يعطيه الصحه وخاصه زعما دار داك الشيء اللي كيبغي الجميع يلا بقاو معنا الوالده في مرحله ثانيه يلا بقاو معنا الوالده حتى النهايه ان شاء الله الله يعينكم دابا متبعين تقريبا سالينا كل شيء يعطيك الصحه هذا هو اللي غيخدم لك الطبق هذا هو اللي غندير فيه الخطيبات ديالنا ان شاء الله راه زينتو في الشلاطه ديالنا نتمنى تقولوا لي متبعين الكاميله راه وجدات وحتى الشلوح كشلوح حقنا في الشلوح كامل المره ياك اه صح هي الشلوح كامل في المفهم هذا متبعين هذه المدام حمد انتم ياك سير هاي الشيء هذا هاكاك قلت لي كتحبوك هاني غادي غتخرج لنا وقيله من الجن صح لا لا طيبها بنين واش تقطع هاد اللحم ولا مازال لا طاب قطعات صافي دابا ريحه الشعريه باش تطيب ان شاء الله عادي ان شاء الله يبقى هذا الشيء يبقى بيقو حتى ان شاء الله الخبز هو واجب ماما وجدتك خلاص سميتها ماما راه كطيب الخبز لصحت ها انتما متبعين ما عندي ما نقول صافي دابا غنصيف حريشه ديالي وهذه هي الصلاه ديال الحصان انا جاي من قصدي محسن انا معاك اخي محسن وهذا هو خطيبات ديال السي محسن ما نساوش هو راه جاب الشحينه معاه راه ما جابش الشي ديال تما كاع شنو محسن تما انا بوحسن يا ودي محسن ظلام شحال باع شحال باع شحال باع واش راه غادي تاخذ الدلاع هذا ولا عرفتي شنو رشيد ربي ما شمن داك ياك رشيد كان محسن كيبيع في الكراج هنا عندنا تحت البتيخ اسمع غير ملي كنتي كتقول واحد الهضره ملي كنتي كتبيع الدلاح وما لك تعلمتها ملي بقات كتقولها شحال هي كتقولها كنقول لهم المتتبعه كنت كنبيع 20 الدلاح والبتيخ كنت كنقول لهم المريح 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 وزيد اوليدي المريح سلام محسن سلام محسن سير 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 وزيد اوليدي ما تبغي يوك لها سلام قبل المغرب سير شيشاوه 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 المليحه اوليدي المليح زيد عمي زيد ها هو قالك ماشي حمراء شوف واشو قالك ماشي خضراء شوف كيكذب عليه كيديرو ما فيهاش الماء وكنعصرها وي رمضان كيجي كيشري بلا خاطر كتغامر بشي ربعه حبات ماشي مشكل سيلا بالماء بحال هكا والله الا مسكين عرفتي ديال الماء وكان صابون في هاد الاخر هذا ومحسن فكاك حنين الوالده محسن محسن تيبقى فيه واحد وخا بزاف بزاف الدنيا شبعت مع هاد الخدمه شوف هي ماش كان ندير واحد المسابقه في رمضان داك الشيء ماش كتعطي لك عطاء شوف احسن واحد الاجواء محسن داك العام واعره صح مشى هذاك شوف احسن كيمشح ماشي اللي كان محسن كتشوف معاك تجيك مشح انا عاد غناكلها وليداتي واخا جبنا هذيك اللي قبيله تشهيت هذه جبتها خير احسن من السوق هذه جايه من مريرت تقداوها الناس مريرت اه زوينه جبناها من السوق هذه صافي هذا الرجال عندك بما غادي نقولوا سنا وقابل هذا العام والعام المقابل ان شاء الله على وليداتي سنا وقابل هذا العام والعام المقابل زعما العام الجاي زعما تاكل هذا العام والعام الاخر ان شاء الله على وليداتي كاملين مازال الوالده الحسن الوالده كتدخل معاك في الكوزينه الوالد دابا راك عارف الداخل الاخر عاد كيبان غادي يبان الوالد ما فين راه كاع جا ولا مازال؟ عارف شنو واجد جا جا البرد شنو خصنا دابا عندنا هنا ان شاء الله يا ربي باش غادي نزيدو الحشاد ديالي ان شاء الله بالجبن والزعتر هنا عندي شويه ديال الزعتر خميره حمراء وشويه ديال سند باش يجيونا محمرين وشويه ديال الملحه عافاك الصحه دابا غتلوني داكشي بالزيت ولا بالماء هذا هادشي كتجي واعره بالزعتر المتتبعين مع ديك العده كضرب في الجبن كتجي سلام صراحه ما عمرني درت انا اختي حفصه ناكل هذا دابا كتدير الزعتر هذه حريشه الزعتر ديال الجبن كديرها سيهام ان شاء الله غادي نديرها انا وسيهام اليوم انا تعجبني مقلبه وصالي انا في الزعتر من هنا انا على برا اه عندي الزعتر ولا عندي ديتو ديك العام مازال عندي ايوا الزعتر نرملها بالزيت زباله تاخذ ديال الحصان وزي محسن الحبيب هاد الخطبه مازال ما غيطيبوش ولا وزنتي الفخر الفوق ولا مازال صافي دابا غنمشي نبالي بيهم باش نجبدهم سخانين دابا مازال نحاول ما نركز على المغرب يقرب واحد نص ساعه 25 دقيقه باش توجدوا برافو عليك الا شريتيهم غيبردوا كاع ما تاكلهمش نيشان لا الوا كاين واحد المجمر كان جابوه عبد الرحيم طويل صافي راه تايزن راه كاين الناس الخدامين معايا واه كاين صاحب الخاصه امين هانت بغا يحسن الطبق اللي قلتي لهم عرفتي واحد محسن الله يراه كاين الله يعطيك الصحه دابا غنزيد الماء راكم عارفين المتبعين السميده كتشرب غنجريها واحد شويه وغنخليها ترتاح على ما تشرب لي السميده باش يجوني هشاش عاد نقرصهم ها هو جاي ها هو جاي هرب معاك عندك ام محسن هرب ام محسن عندك ام محسن واش غادي تقلب عليه بنت اش الواد حط شي تحيه للمتتبعين بعدا حيدو
عرفتي شنو هو؟ هذا هو السوبر فوز السوبر فيزور ديال الكوزينه تاعي. كاين الطيبه تاعي ديك الطيبه. ايوا اللي صوبتهم قول الصراحه. شنو هي؟ شنو ريحه؟ واش من بعد داك الطيب شنو دوك الخطبه؟ شم شم باش بحال الشربينه ديالك بحال ديال. واه عمي راه عارف انا اللي شرب من فوق هذا الشعر. هو تيعرفو بالشمام. مازال ناقصه شويه من هنا. لا والله لا زعما. يا ما هذا ناقصه هو. مشرينها تعطلوا كلشي ما حلطيش لا والله الا تبقى احسن تيقولك بركه اه لا يجي حاجه لا يجي متتبع الرشفو بعينيهم اشنو احسن دابا نخليوك من بعد انا نخليها تشرب لي شويه نقرصها ان شاء الله وهذوما الاجواء ديال دار المحلي ماشي تيقش بلا شي شي والله يجي من المتبعين ماشي شي والله تيقل والسوبرفيزور جاي اخويا شوف الثلاجه شوف شي قال تما كونترول ديال بصح راه مشى شي لحم وتيخلب عليه وي والله العظيم هو كاع الحمد لله لا راه قلت عليه جديد هذا ذبح باقي جديد ما بغيت لك اللحم لا ما بغيت لك اللحم والله العظيم اوليداتي مع تكون والله العظيم الا شافوا مجنون 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 على اللحم وخلي تبدل لنا فيهم في الليل بعدا اي والله قام ان شاء الله شوف الواحد تاكلو في الدار بالله مازال والله اخي كاع غير سنين مازال مازال كيسيل مازال كي مازال جديد الله العظيم يلا بقاو معنا ما تشوفي ان شاء الله يا ربي الحال مع محسن وحصان ما تنساوناش ما تنساوناش ايوا جوج بعدا دابا كنقرص الحريشه ديالي انا بعدا درت شويه ديال السميده مع شويه ديال الزيت باش نبقى نجمع بها الحريشه ديالي ونشوفوا الشكل شنو هادشي اللي كاين هنا هو الحشاشه ديالي صراحه ما عندناش ديك الطباعه عندنا غير التحتانيه الفوقانيه باش غنبريسي ما كايناش المهم دي باني طرات درت غلاقه ديال القرعه المهم الواحد دي باني راسه باش ما كان وفي الرمو حسين شوفوا دير البصله اشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالهم ان شاء الله يا ربي يا سلام هادي هي الشعريه باش تعطيهم الدري الصغار شويه عطيو الدري الصغار شويه واش شوف انا محسن الجبن محسن راه شويه ماشي لانه نطلع عليه غادي نسير السلام عليكم يا ودي والله الا كاين في الله العظيم هذا محسن هذا تعاونوا معنا كلشي ايه 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 لا لا هيا راه حنا معاونين نعاونوا واش هادشي تشوط ولا مازال لا هذا والله الا طاب مزيان والله الا تحمر جاك سي دي برافو عليك ولكن راه كنحاولوا ما يمكن نلحقاش ديما هنا خصك تشوف هنا الجناب الوسطى ما ما يطيب هنا ولكن هنا الوسطى ركز على الوسطى ايه طيب الله اش بالك الواد هادشي الواد ما تهضرش معاه في رمضان بحال كيف غير معاك الواد تبرمنا علينا شويه ولا والو كدير لنا شويه ديال ديك التمرين واجد انتم عطيوهم ليا راه مليح يا راسي سلطه ما فلاش الواد ما دير بهم ما حني ما زعما انت كبرتي صافي ما بقاش خدام بداك الشيء كبرت ايوا كبرت خليني ما بالو الحم كي يا خويا طيبو ما نمشيش نتخانق انا كاع ما حتى حاجه ولا ما نمشيش راه الحم شرا هذا الشيء راه الحم هو اللي جابو دابا من داروش ديال القفعه الجديده ديال الذبحات الله يعطيك الصحه صافي اكثر ويطه الوالدات يا ولد هلا خطك علينا هلا خطك علينا يا ولدي هذا الشيء اللي غنقول الحمد لله اللهم لك الحمد يا ربي ولي جمع كل شيء كاع الراجل الكبير والمرأة الكبيرة هي اللي تجمع الشيء وربي كبير الحمد لله اسمع الواي اسمع الواي اسمع الواي ما ديرناش هكا ايش نبغى دابا الواليد دابا الواليد ما عرفش الحسن دابا دابا اللحم باش كتعرفو كتعرفو غير بهذا هكا تتقلب وصافي بحال دابا هادو طايبين بلاتي من غتحطو له في الطبله غادي يلصقها فيا يقول غير العين غير العين ديالك غتوريك وصافي كما كتشوفوا الاجواء في السطح راه العائله هي هذه هذه العائله المغربيه كتناقش كتضحك كتنشط ياك الواليد تيعجبك هكا تمرمره شوفوا هذا هو الطبق الرئيسي ديال محسن وحسن تبارك الله عليكم ما عندي ما نسليكم هادشي في غايه الروعه طبق ديال سي محسن حتى من هنا الله برافو عليك درتهم في الومنيوم باش يبقى سخون الله يعطيك الصحه صافي شنو بالك رشيده الشوربه ديالنا موجوده والمريقه ديالنا موجوده صافي سكتنا المريقه ديالك ضروري سير احسن سير دابا سي محسن كمل هادي 4000 ريال شنو شنو جبت لينا؟ هذا هو الطبق ديالنا اللي فكرت انا خصني نديروه الله يعطيك الصحه صافي الاخوان اه صافي شوف بحال واحد ما تيكون تيق في راسو تيحط داك الشيء فيه الابداع رغم انكم تليتو حطيت داك الشيء تبارك الله في غايه الروعه ما عندي ما نقول الصراحه المهم ما خرجناش من الجماعه اه واد محسن هذا والله العظيم الا ود الخير حسيت تيبغى الخير يكون موجود في الدار كلها هادشي اللي كاين اخي حسان وخبز وكذا والشلايط عطينا الفراش
اخذت محسن هذا يا خويا عسي ولا حاضر بلا نظر محسن هذا الى حين المعنى عنده بالله القصر محسن حاضر بلا نظر انتم المتبعين هذا هو هذا هو يعني تيبان لي الماكله الصحيه كاع امتياز يعني حتى الحوت تبارك الله راه امتياز يصيبها غير السعوديه ولكن حتى الطبق يصيبوا هنايا فيه الخضره وخضره من الاساسيات الشقيه الخضره هذه زوينه غير فوره انتم كما كتشوفوا العريسه راه كتشوفوا اختي عاوتاني مسكينه فكرات دير هنايا عاوتاني عاوتاني ولدنا خرج واي غنبداو باصو ويجينا معاك الصحه تفقوا علينا على راسي خليتها غندخلك لا هذا صفه محسن كيف فيها محسن وايلي وايلي حصي صيبه هاد الشوربه ديم هذا حصان ما يتزلش فيه المخ ياك مخو المخيخ يعطيك الصحه هذا شي بايسي هذا شوف الطبق ديال الناس على واسط ديال حشطه ومحسن ما تنسانيش عافاك حسين محسن دابا غير تلاه الطبله ها باغي نمشي انا خوتي باي طريقه كنتمنى تشجعوني. راه بالمتابعين كاع اللي يتفرج يدير جيم غير يبك على واحد البصمه تما ساهله. وايلي. والله الا ديك صافي ماشي ساهل مال. وريهم محسن عاود تشرح لهم كيفاش. ان شاء الله وريهم كاع في التليفون. شو محسن. ودي 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 دخلت فاطمه المساند الرسمي. المساند الرسمي. فاطمه الو يا كي داز النهار. فاطمه موجوده. كلشي بخير. جيبي اغروم شوفوا اغروم. اغروم. جيبي اغروم فاطمه جيبي. جيبي اغروم جيبي اغروم شجعيني. غريم كي قالت غريم اهو هذا شي والله الا برافو عليك صافي خديتي على الوقت ام محسن دابا الخبيزات ديال فور ديالكم ريكل ديال اش دوز الماء ديال الجبن الجبن واش وفينا هو فينا هو سميتو ديالك فرجل فطور واعر واحد فرجله جبنا محسن فطور واعر وي محسن محسن وحصاوي وي وي اغرم اغرم صباح الخير حسن شوش يا سلام اغرم هذا نيتو كي جا بحال الحرشه رقيق ماشي ذاك الخبز الغليظ الله يسعدك الله يعطيك الصحه خالتي فاطمه راه جيب الحصص جيب الحصص فرجنا محسن جيب الحصص فرجنا انت الطبق ديالك سيري صراحه بلاصه خصها انا ما عرفتش تحيه ليك ولا برافو عليك يا سلام شي هو هذاك خليهم من المرقه وداك الشيء ديروا شي حاجه يا اخوتي شوفوا الشوربه كي طلعت اخويا حسن. ناضيه ناضيه الريحه يا سلام. ما درتوش الشباكيه. ما زاد نبقاو مع الكواليس وهذا عاد نقول لهم. شوفوا هذا الجو كي جاك الطبق ديال 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 طاطاك حفصه. زوين. عندك محسن. زوين. ها؟ انتم كما كتشوفوا. غنحيد لك هذه باش. صافي ديما نسالك حفصه الشيخ هذا فراي طروح. اش حكيتي حسن راه خاص غير هو راه ياك عندها العقل كبير والله العظيم مرسي تحيه كبيره اختي سيام الله الا هي اللي ناقصنا في هذه الجماعه والله الا شكرا اختي حفصه الله ينورك صحيه نصيبه ها 4000 ريال 4000 الى 5000 من العجب والله العظيم بين نسيتي. والله العظيم بين نسيتي. راه مشاو لي بزاف ديال الاطباق. قال لهم داروهم وانت تقول لي عفصه راه داروها تنقول لها صبري يا شفتي. كاسكا كاسكا محسن داوا. ما لا تكتب لنا شي حاجه راه مكتبه. داك الشيء اللي كان باش مشاو فين مشاك الله والله الا. ما غادي. ما سخونك شي حفصه عليك. والله الا طايب. صابر مسكين راه شدك بيدين في الفلاح هاي دير الفلاح. ياك. راه نشدك راه ندير بلا بلا انا ميته. الله سيدي الله الله دقيقين كاع ما تهزنيش انا محسن من ربع محسن ذاك راه كيكح علينا كاع على الحصه انا كاع درها في وسط الماكله كاين تاكل انت الماكله اسمك محسن داير طب ما شفتش الحوت كيطلع لا محسن دابا بارك على اللي بغاش تفرجنا هذه صوني على يلاه جيبوا لنا الطبيسطات باش ندير لكم واحد الصبره تذكاريه هنايا باش ان شاء الله يا ربي غادي نكملوا لا فيديو ديالنا ونقول لهم مع السلامه ان شاء الله يا ربي نبقاو معنا في هذه الروينه هذه الصغيره نكملوا السلام على رسول الله الى الجنه سيدنا محمد اللهم انتم انا متبعين علي محسن علي علي محسن علي علي محسن علي تحيه للمحلمه علي
علي محسن علي علي محسن علي علي محسن علي علي محسن علي علي يا علي. يلا غنقولوا اليوم فتاتوا السلام عليكم. باي باي عليكم. شنو واحد بلاتي نعطينا كلمه لواحد في صوره ما نزلوش. هاي كاع عطاهم الكلمات وهنا قالت باي باي. شنو كاين؟ تتبعي يدينا تتمناو ان شاء الله ديروا لنا جيم وتشجعونا في هذا الفيديو هذا. كما كتشوفوا اخوتي راه درنا واحد المجهود ب 4000 ريال راه ما ساهلاش. كنتمنى تطلعوا ان شاء الله نكونوا من الفائزين ان شاء الله. يا ربي. صافي صافي. الله يجيبنا ويتبعينا ويبقى لنا الى نقول لكم مع السلامه.